التحكيم الرياضي السعودي. ومركز التحكيم الرياضي يفصل في القضية بناء على وجود ثلاثة محكمين. المحكم الأول يختار نادي الاتحاد، والمحكم الثاني يختار نادي النصر، والمحكم الثالث يختار الطرفان، يتفقون على طرف ثالث يكون هو المحكم اللي ممكن يرجح كفة الطرف على حساب طرف في القضية نفسها. فالاتحاد اختار المحكم سلطان الصامل، والنصر اختار العبيدلي، وكان المحكم المرجح اللي اتفق الناديين عليه هو المحكم المرجح، انا ناسي اسمه صراحة، يمكن ابو ثامن يذكرني فيه، المحكم الثالث دكتور علاء ناجي. الدكتور علاء ناجي. فاليوم المحكم اللي اختاره نادي الاتحاد سلطان الصامل اعتذر، وكلنا نعرف ان الاعتذار اللي كان موجود او الانسحاب اللي كان موجود ما كان وليد الصدفة، ولا كان يعني بناء على قناعة او على رضا من المحكم نفسه. فكلنا شفنا الايام اللي فاتت شيطنة واسفاف في الطرح، انحطاط من بعض الإعلاميين، بعض المغردين، تشويه للسمعة، كلام أقل ما يقال عن أنه يعني للأسف الشديد يعني ما في وصف ممكن أصف فيه اللي صار سوى أنها شيطنة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. دفعت المحكم نفسه أن الضغوطات اللي كانت عليه ضغوطات كلنا نعلمها ونعرف من خلفها وش كان الهدف منها، أن المحكم اليوم محكم نادي الاتحاد اللي اختار نادي الاتحاد سلطان الصامل اعتذر بناء على انسحب، أو خلينا نقول انسحب عن تواجدك كمحكم في هذه القضية. في المقابل محكم نادي النصر، طبعا هم قالوا المحكم نادي الاتحاد استبعد، لأن النصراويين كانوا يطالبون باستبعاد محكم الاتحاد كون له تغريدات، وقس على ذلك أشياء ثانية، كانوا يقولون أن الرجل هلال للميول وغيرها من الأمور. وسبحان الله العبيد لهذا المحكم اليوم محكم نادي النصر أبو ثامر في المساحة اللي يتكلم فيها تقريبا قبل ثلاثة أيام إذا ماني غلطان أثبت أن المحكم هلالي، وأثبت أيضا أثبت خل موضوع هلالي، إحنا في النهاية الميول موجود في كل مكان، لكن اللي أسوأ من مسألة أن نربطه بميول معين أو لنادي معين أن يكون بينك وبين أحد أطراف القضية. أنا كنت أتوقع أن طرف واحد في القضية، لكن طلع طرفان في القضية لهم علاقة في القضية، محكم نادي النصر تربط بهم علاقة شخصية، تربط بهم معرفة، اللي يكون ممكن ما تكون علاقة شخصية، يمكن تعاون، يمكن معرفة، يمكن صداقة، اللي يكون. والتغريدات اللي طلعت، وأنا رافع التغريدة الموجودة فوق، هذه تغريدات لحساب صالح العبيدلي محكم نادي النصر، وهو يهنئ الأستاذ مسلي آل معمر رئيس نادي النصر بتوليه منصب رئاسة نادي النصر، وأكثر من تغريدة له. يعني هذا يعني يدل بما لا يدع مجال للشك أن بينهم علاقة شخصية أو معرفة قبل، يمكن حتى قبل وصول مسلي لكرسي رئاسة نادي النصر. والأدهى والأمر أن حتى العبيدلي ثبت أيضا أن سبق وأن تعاون مع الاتحاد السعودي، والاتحاد السعودي يعتبر طرف أيضا في القضية، وقدم الاتحاد احتجاج على هذا الأمر واعتراض، كون العبيدلي قدم استشارات قانونية لاتحاد القدم. فأنا يعني اليوم ما أتكلم فقط على مسألة أن العبيدلي رجل تربط علاقة بس، أو خلينا نقول محكم نادي النصر تربط علاقة برئيس نادي النصر، أيضا تربط علاقة أو تواصل أو تعاون أو تعامل، سموها اللي تسمونها، بين العبيدلي والاتحاد السعودي لكرة القدم، اللي يعتبر أيضا طرف مباشر أو غير مباشر في القضية. فلماذا يتم قبول انسحاب الأستاذ سلطان الصامل، وفي نفس الوقت يتم رفض تنحية العبيدلي أو عدم مناقشة هذا الأمر؟
أنا بقول شيء يعني وبعدها بسمع أبو ثامر وراي أبو ثامر، لكن إن كان الموضوع بالصراخ والصياح وقلة الأدب والهاشتاقات ورفعة الصوت ونستلم فلان في المنشن وأفتح سبيس وأرفع صوتي ويا فلان ويا علان وأسمع ومن الكلام هذا، ترى الاتحادين يقدرون يسوون زي كذا. حنا أوكي ترى ما ودنا نوصل لهذا المستوى، لكن إن كان الواحد يعتقد أن الاتحاديين هدوءهم أو سكوتهم يعني راح يستمر إلى نهاية القضية، هذا الشيء مستحيل راح يستمر. يعني إذا شفنا أن الأسلوب هذا يعطي نتيجة فحنا مستعدين ولا عندنا أي مشكلة أن نوصل لهذا المستوى، إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى نتيجة في نهاية الأمر. إذا كان في نهاية الأمر راح يؤدي إلى نتيجة معينة في القضية، ما عندنا مشكلة. تبغى نفتح هاشتاج كل يوم، بكرة افتح هاشتاج جمهور الاتحاد يرفض العبادلي 2، بعد بكرة 3 4، نفس الموضوع، واستلم فلان في المنشن، أمنشن فلان وفلان وفلان وشيطن الناس، وأرجع نبش وأشوف تغريدات الفلان وعلان. هذا الموضوع سهل بالنسبة لنا، عجزانين حنا عن هذا الشيء؟ جمهور الاتحاد عاجز أن يفتح هاشتاج في كل يوم يرفع الموضوع في الترند، خليها الأول في الترند؟ ما هو عاجز، أبسط شيء افتح سبيس وارفع الهاشتاج وقول لي يلا شارك، والحين هذا الهاشتاج اللي فوق الحين يطلع ترند. إذا الموضوع تعتقدون موضوع صعب، لا ما هو صعب. وإذا الموضوع بالألفاظ والكلمات وما عندنا مشكلة نتخلى عنها لفترة إذا كان الموضوع يؤدي لنتيجة. يعني هذا اللي احنا جالسين نشوفه حاليا للأسف الشديد. فاللحمة الاتحادين مر، يعني من الآخر كذا نقولها، وجدار الاتحاد ما هو قصير عشان إعلامي يطلع في يوم من الأيام ويتكلم والدنيا فهالت سبحان الله. ترى الاتحادين لحمهم أبدا ما هو مر، إن سكتوا فسكوتهم لحكمة معينة، وإن كانوا هادئين لفترة لأنهم كانوا يثقون أن الإجراءات ستتم بناء على النظام وعلى غيره، ويعني ثقة كبيرة إن شاء الله في مسألة أن الأمور لا يعني تشوبها الشوائب وأن النظام سيتخذ يعني مساره. لكن إذا كان الموضوع فيه تأثير وتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر أبدا حنا جاهزين. وش ورانا حرب إعلامية؟ جمهور الاتحاد جاهز مستعد أنه يتكلم في الهاشتاج ويتكلم، يعني إذا هذا الموضوع اللي حنا وصلنا له حاليا للأسف الشديد. لكن الثقة ما زالت موجودة، وأتمنى أن القضية هي الآن موجودة، ونثق إن شاء الله بالأخوان الموجودين في مركز التحكيم، وأتمنى أن يبعدون بشكل كامل عن أي تأثيرات أخرى. الإعلام اللي يتجاوز ويتجاوز الخطوط الحمراء يوقفون عند حده. وأنا أتمنى سمو وزير الرياضة أن أي إعلام يتجاوز ويحاول بشكل أو بآخر يتجاوز ويضغط بشكل أو بآخر في القضية يوقف عند حده، لأن هذه القضية ما هي قضية بسيطة، قضية لنا كم حاليا كم شهر حنا في صداع مع هذه القضية، وقضية أبدا ما هي سهلة، وقضية يعني للأسف الشديد صار فيها تجاوزات كثيرة من بعض الإعلاميين اللي لابد أن يتم إيقافهم من حدهم. في نهاية الأمر ترى يعني إذا كان من يعتقد أن أو خلينا نقول من المفترض أن كل هذه الأمور ما تأثر، يعني ما تأثر أبدا على مسار القضية ولا تأثر على رأي المركز التحكيم أو على الأخوان في المحكمين في القضية، لكن اللي احنا شايفينه حاليا شيطنة طوال اليوم، طوال في كل مكان والزمان، في القنوات شيطنة، في تويتر شيطنة، ما في قضية عندهم إلا هذه القضية، ودخول في الذمم ودخول للأسف الشديد. يعني فأنا صراحة ودي أسمع أبو ثامر، لكن أختم بكلمة أقولها ونسمع رأي أبو ثامر، وما راح أطول في السبيس لأني والله مرتبط. لكن اللي أحب أقوله أن إذا تم إبعاد محكم نادي الاتحاد أو إذا انسحب محكم نادي الاتحاد لضغوطات معينة أو لأن خلينا نقول إذا مثل ما قالوا هم، طبعا خلينا نروح معاهم في السيناريو اللي هم قالوا أن الرجل بينه وبين يعني ممكن في فترات تغريدات وغيرها، اليوم ها يعني قدامك وبالآن قدام الكل تغريدات لمحكم نادي النصر، يلا نفس الإجراء يتم، ولا المبادئ ما هي ثابتة؟
منتو تقولون ان المبادئ ثابته وما تتغير وراسخه والنظام يمشي على الجميع. يلا هذا هو محكم نادي الاتحاد تم ابعاده لسبب معين، مع ان ما احنا مقتنعين بهذا السبب. طب اوكي ما احنا مقتنعين، امنا بالله ان الرجل ابعد. طيب لنفس الاسباب ابعدوا محكم نادي النصر. نبغى القضيه تتجه الى مسار ان كل شخص ياخذ حقه في نهايه الامر. حياك الله يا ابو ثامر. الله يبقيك ابو سعد، السلام عليكم، صبحكم الله بالخير جميعا، ان شاء الله انكم طيبين، طول عمرك ابو سعد. والله شوف يعني بعد كلامك صعب ان الواحد يعني يضيف شيء، لكن اللي نبغى نوضحه بشكل يعني اخر، ان اليوم المحكم هو قاضي، المحكم قاضي، مرفوض تماما ان يكون في تضارب مصالح، مرفوض تماما ان يكون صديق لاحد الاطراف، مرفوض تماما ان يكون في بينه وبين احد الاطراف اخر تعامل تجاري او ما شابه. هذه الامور ما هي مسموح فيها ان يكون في احد القضاء على علاقه، مثلا لو في اي قضيه في اي محكمه سواء تجاريه ولا مدنيه ويكتشف ان احد القضاء على علاقه وطيده باحد اطراف القضيه او بينهم تعامل تجاري او بينهم تعامل اي كان من انواع التعامل او التعاون، مهم جدا من باب الحياد ان ما يكون موجود هذا القاضي. فما بالك المحكم الآن أن الاتحاد زي ما قلت أنت أبو سعد، الأطراف اللي في القضية ضده هم اتحاد القدم ونادي النصر، وهو يرتبط بعلاقة مع الطرفين، مع الطرفين يرتبط علاقة، هو يفترض أنه يكون في موقف حياد أنه يكون واضح في صداقة شخصية مع رئيس نادي النصر، ما حد يقدر ينفيها. من 2018 أبو عبد الله ويبارك له والعزيز أبو عبد الله واضح ويتابع حسابه في تويتر، واضح ان الطرفين بينهم علاقة صداقة ما يعيبهم، ولكن انه ما يكون محكم في قضية فيها طرفين واحدهم نادي النصر. هذا الامر الثاني، ان نعم عمل مع اتحاد القدم وفي اقوال ما اقدر اثبتها وانفيها، ان ايضا لما كان سلي آل معمر رئيس رابطة الدوري المحترفين كانوا يعني كانوا يقدمون استشارات قانونية في تلك الفترة، لكن الشيء المثبت على الأقل في حساب في 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 في, في موقعه الإلكتروني، موقع مكتبه الإلكتروني اللي هو صالح العبيدري، موجود أنك أن شارك في وضع النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، يعني هذا في تعامل تجاري وتعامل أو تعاون بينهم، فلذلك يخشى من هنا في مسألة تضارب مصالح، يخشى إنما يكون الحياد على أكمل وجه. من حق الطرف الثاني إنه يخشى، هنا من حق الطرف الثاني إنه يبحث عن إنه يكون القضاة الموجودين في هذه القضية ناس محايدة، ناس يضمن حيادها بعيدا عن ما حصل اليوم وأمس وكذا من هجوم على أحد القضاة الآخرين حتى تم تنحيته أو أنه تنحى أو شيء، المهم أنه استبعد. هذا أمر. الأمر الثاني واللي هو أكثر صعوبة وأكثر يعني انصح هذا الأمر، التسريب اللي وصل من نادي الاتحاد، أن مركز التحكيم عنده أكثر من 20 محكم، وبعد أن ذهب الصامل أرسل له 8 محكمين، اختار واحد من ذولي 8 المحكمين، ما فيهم من 2 سعوديين، ومنهم 3 من الناس اللي حكموا للنصر في قضية محمد كنو. طبعا المركز التحكيم في ناس كثير يفضلون ان مثلا او اطراف كثير تفضل ان مثلا يكون المحكم سعودي، ليه؟ لانه فاهم في النظام الاساسي في البلد، وغالبا مركز التحكيم عندنا يتبع النظام الاساسي في البلد، ف غالب الأجانب ما يكونون على اطلاع كامل بهذا بالنظام الأساسي للبلد. فإنك تيجي تجبر الاتحاد على 8 وترسلهم 8، يعني في منهم 3 الاتحاد شايلهم على جنب، 3 هذا اللي كانوا في قضية كانوا هذا ما أبغاه، وما في منهم إلا 2 سعوديين. إيش اللي يمنعك ما تخلي الاتحاد من حقه طالما عندك في النظام أن طالما المحكم معتمد الاتحاد يختار من ضمن القائمة اللي عندك كلها؟ هذا الأمر عليه علامة استفهام كبيرة أيضا من مركز التحكيم. احنا يجب أن نعرف رياضاتنا كيف تدار. على فكرة أنا بذكر الوسط الرياضي كله،
ومركز التحكيم ترون نادي الاتحاد يقدر يطلع عنكم، خصوصا في قضية حمد الله. نادي الاتحاد لأن حمد الله طرف أجنبي ترى يقدر حتى بعد حكمكم يذهب إلى كأس، حمد الله كطرف أجنبي يقدر يذهب إلى كأس. في اليوم احنا نبغى نعرف رياضتنا كيف تدار، نبغى إجابات على كل الاستفهامات هذه. الحملة الممنهجة اللي كانت على مركز التحكيم ثم القرار ثم اكتشافنا المحكم ما شاء الله تبارك الله اللي تربط علاقة بالأطراف اللي ضد نادي الاتحاد، ما نشكك في أحد، ولكن من باب ضمان النزاهة والعدالة والحياد لا شك أن الاتحادين يرفضون تواجد صالح العبيدلي، ولزاما عليهم يرفضون. نادي الاتحاد رفع اعتراض رسمي في هذا الأمر. احنا حقيقة يعني انا من الناس يعني مصدوم من بعض الافكار اللي تيجي كيف تدار رياضتنا بهذا الشكل. احنا الان في عصر مختلف عن السابق، عصر يعني يبحث كثير عن موضوع النزاهة وموضوع العدالة وموضوع الكل ياخذ حقه. فانا متأكد من سمو الأمير وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ما يرضى بهذا الأمر ولا يعرف عنه، وأنا أتمنى من رئيس اتحاد القدم الأستاذ ياسر المسحل حتى لو كنتوا أنتوا طرف ضد الاتحاد ابحثوا عن العدل، ابحثوا عن العدل. أنا لو كنت طرف أي قضية وفي قاضي صديقي أنا ما أرضى، هو صديقي ما أرضى أن يحكم، نبحث عن العدل. في افترض انتو يا اتحاد القدم ما تقبلون ان في محكم لو كان بينه وبينكم اي تعامل سابق او صداقة او ما فيها انه يكون موجود في القضية، انتو لان عشان تثبتونا احنا كمشجعين في الوسط الرياضي انكم انتو من يعلمنا كيف نبحث عن العدالة. انتو اتحاد القدم ترون ما انتو نادي منافس لنا. ياسر المسحل انتو المظلة، انتو مش خصم لنا، ليه تبغون تحسسون انكم خصم؟ ليه تبغون تحسسون انكم تنظرون نادي الاتحاد بضدية؟ صحيح انتو طرف في القضية لكن انتو مش خصم مش عدو. في اللي حصل الان حقيقة أمر غير مضي تماما ولا باطل عليك أبو سعد، ويجب على الاتحادين كلهم حقيقة أن يقفوا وقفة واحدة لمصلحتنا ديهم اليوم. ولا رياضي نزيه في الوسط الرياضي كله مش الاتحادين فقط، ولا رياضي نزيه يقبل أن تمرر هذه الأمور. إحنا لو تخاصمنا أنا وفهد المحياوي ورحنا احتكمنا الواحد صديق فهد المحياوي اكيد انا بعترض، انه صديقه ما راح اشكك فيه بس انه بعترض في تضار مصالح انه صديقه، فما بالك في مسألة مثل هذه. الرسالة ان شاء الله تصل لمركز التحكيم، تصل للوزير والرئيس اللجنة الأولمبية، تصل للجميع. هذا الامر لا يفترض ان يكون موجود في العهد الحالي، عهد اللي نعيشه الان هذه الأمور وهذه الاستفهامات الكبيرة لا يفترض أنها تكون موجودة. بالتوفيق إن شاء الله اتحاد، والله ينصر إن شاء الله أصحاب الحق أبو سعد، وشاكر لك أبو سعد والجميع. تحياتي. الله يحفظك أبو ثامر ويعطيك العافية. توفيت. أنا ما نطلب يعني شيء معجزة، نطلب بس تحقيق العدالة وأن القضية تذهب لأشخاص لا مصالح لهم، لا علاقات بينهم بين أي طرف في القضية، لا لهم تعامل سابق مع الاتحاد السعودي، ولا لهم علاقات سابقة لا مع رئيس الاتحاد الأستاذ أنمار الحائلي، ولا مع رئيس النصر مسلي آل معمر. نبل القضية يستلمها أشخاص ما نشكك في ولائهم، أو لا نشكك في
فيهم شخصيا، لكن في نهاية الأمر العلاقات يعني في القانون في النظام، القاضي نفسه ما يحكم ضد أخوها ومع أخوها لمصلحة الطرف، لأن في النهاية هذا طعن أساسا في مسار القضية نفسها. إذا كان هنالك مصالح أو كان هنالك تواصل سابق أو علاقات سابقة، هنا العدالة لا تتحقق بنسبة كاملة. فحتى الطرف هذا إن كان، حتى أحيانا يقول لك يا أخي لا تتخلي حكم مثلا، لا تتخلي حكم يشجع الفريق اللي أنا أشجعه وأنا اللي أحبه، لا تخلي حكم مباراة فريقي، لأنه راح يحاول أحيانا راح يحاول يثبت أن ما راح الميول ما راح يأثر عليه ويحاول يضرني بشكل أو بآخر. فحنا في نهاية الأمر نبغى أطراف القضية والمحكمين في القضية لا علاقة لهم بأي طرف، تحقيق للعدالة لنا أو علينا، العدالة للجميع نبغاها، ما نبغى العدالة لمصلحتنا. لو نبغى العدالة لمصلحتنا ما كنا نطالب بكل هذه الأمور. نبغى الآن فقط تحقيق العدالة من للجميع، للجميع بلا استثناء، كل أطراف القضية. فإذا فعلا ثبت، وهذا اللي واضح لنا جميعا، أن استبعاد أو انسحاب سلطان الصامل عن القضية بناء على ضغوطات معينة صارت في السوشيال ميديا وغيرها، فأتمنى أن نعود لنفس حساب محكم نادي النصر صالح العبيدلي، ونشوف التغريدات اللي طلعت له وعلاقته مع مسلي وعلاقته مع الاتحاد السعودي والتعامل السابق بينه وبين الاتحاد السعودي في فترات سابقة، كلها موجودة في موقع. يعني في تغريدة الآن غرد بها قبل شوي الصحفي في صحيفة الجزيرة الأستاذ أحمد العجلان، أنا برفع التغريدة في موقع رسمي، الموقع الرسمي الخاص بالأستاذ صالح العبيدلي، يوضح تقديمه استشارات لاتحاد القدم السعودي سابقا. يعني الرجل هو في الموقع الرسمي كاتب أنه سبق وقدم استشارات، موجودة حتى الاستشارات اللي قدمها للاتحاد السعودي في فترة سابقة، والاتحاد السعودي يعتبر طرف في القضية سواء طرف مباشر أو غير مباشر، يعتبر خلنا نفترض أنه غير مباشر، لأن القرار مركز التحكيم الآن جالس ينظر في قضية نظر فيها الاتحاد السعودي، فهو سيطعن، إن كان سيطعن فسيطعن في قرار للجنة من لجان الاتحاد السعودي. فالرجل له مصلحة، يعني الرجل سبق وأن كان لتعاون مع الاتحاد السعودي، فكيف هذا الرجل اليوم يعتبر محكم لنادي النصر طرف رئيسي في القضية؟ هذا السؤال علامة استفهام كبيرة. الرجل بنفسه هذا رقم واحد. رقم اثنين، الرجل بتغريدات قديمة له كان يعرف أو بينه وبين الأستاذ مسلي رئيس نادي النصر علاقة سابقة قبل تولي مسلي رئاسة نادي النصر، أيام كان في الرابطة أو أيام كان صحفي. فصراحة كل شيء واضح، نناشد فقط العدالة في هذه القضية، فقط العدالة ولا غيرها. وأنا أرجع أقولها، لحم الاتحاديين مر وجدار الاتحاد ما هو قصير. اللي يعتقد أن جدار الاتحاد قصير، إذا كان إعلام الاتحاد اليوم يمر بأضعف وخلينا أقول أسوأ الفترات، إذا كان هذا الأمر وللأسف الشديد يعني نسبة كبيرة من إعلامي الاتحاد يعني الفترة الأخيرة ما ودي أتكلم صراحة، لكن إن كان إعلام الاتحاد يعيش حالة هوان أو ضعف، فجمهور الاتحاد موجود والأصوات الاتحادية موجودة، والاتحاديين جدارهم عالي، ما راح يقبلون أبدا أي تجاوزات وأي تدخلات ضد ناديهم، ولن يقبلوا على أندية أخرى. نناشد فقط العدالة. تفضل يا ابو شباب، حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك ابو سعد. اول شيء اسعد الله صباحك ومساء الاخوان وصباحكم جميعا. الان ابو سعد، الشخص اللي تم ازاحته من اللجنه المحكمه اللي تخص قضيه حمد الله الاخيره، تم بناء على تغريدات سابقه، تم بناء على متعب صوتك شوي بعيد، انت بركب سماعه ولا طيب الآن صوتي واضح؟ تمام تمام. إيه ممتاز. طيب
الآن أبو سعد بخصوص الأخ سلطان الصامل اللي تم إزاحته تقريبا من اللجنة المحكمة بناء على رغبته، وأنا أقول الشخص تم إزاحته من اللجنة المحكمة بناء على تغريدات سابقة بناء على ميول الشخص، فبالتالي بنفس المبدأ نحن الاتحاديين نطالب يعني بإزاحة صالح العبيدلي بما يربطه علاقة مع الرئيس الحالي مسلي أهل معمر رئيس نادي النصر. طيب الآن احنا ما نشكك في العبيدلي، لكن نحن نطلب العدالة، العدالة في القضية. الآن حتى تتحقق العدالة لابد أن نقحب الشكوك، والشكوك الآن موجودة، يعني نفس المبدأ اللي طبق على سلطان الصامل نحن نريد تطبيق على صالح العبيدلي في إزالته من اللجنة المحكمة. كاتحادين بحال موضوع يعني نطالب يعني بالعدل في هذه القضية، لا سيما أن القضية يعني حرجة وقوية وماسة وتسبق تقريبا مباراة الاتحاد والنصر بأيام قليلة، فبالتالي ظهور الأصوات في الطرف المضاد وفي الطرف الخصم لنادي الاتحاد في هذه القضية هو مبرر واحد، أن هؤلاء الأشخاص بقدر المستطاع يحاولون يعيقون مسيرة نادي الاتحاد عن بقية الدوري، ويحاولون تشويش الفريق عن الدوري فيما تبقى من مباراة الدوري، كذلك لا يريدون يعني الكابتن عبد الرزاق حمد الله يكون متواجد في المباراة. على العموم نحن كاتحاديين نطالب بالعدالة، ومع الأسف أبو سعد أصبحت الآن اتخاذ القرارات في الاتحاد السعودي أو وفي لجانها أصبح بالصوت حقيقة، يعني تزيح شخص بالصوت وتحاول أنك تشهر فيه وتحاول أنك تسيء لسمعة وتحاول كذلك أنك تقطع، أن يصل الأمر إلى قطع رزقك كذلك. فمع الأسف يعني هذا السياسة المتبعة في الاتحاد السعودي تجبرنا كاتحادين أن نعامل الأطراف المضادة لنا بنفس المبدأ بنفس الطريقة. كما تفضلت أبو سعد جدار الاتحاد ليس جدار قصير، الاتحاديين أساتذة في هذه الأمور، وسبقا صنعوا إعلام الآن يضع نفسه مضاد لنادي الاتحاد. حقيقة يعني كاتحاديين سنقف مع نادينا، سنذيب كل الخلافات أو الاختلافات اللي حصلت في الأيام الماضية، سواء مع الإدارة سواء ما بين الجماهير، ونتحد ونتفق كاتحاديين لدعم الفريق. رسالة أخيرة يعني للإعلام النزيه، الإعلام الذي يرى بعين الحياد هذه القضية، أن يتحدث عن ما يحدث حول هذه القضية وخلف هذه الكواليس الذي لا نعلم ما خلفه وراءه. في نهاية الأمر نسأل الله أن يوفق نادي الاتحاد وأن يعينه على ما هو قادم، المنافسة شرسة، المنافسة صعبة، إن لم تكن في الملعب فهي خارج الملعب مع الأسف. أبو سعد اسمح لي كلمة بسيطة بس، أنا معلش بعد إذنك يعني أنا رفعت والله تغريدة الأستاذ أحمد العجلان توغرد فيها، أنا قبل شوي قلت في مداخلتي أن 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 أن, أن, أن العبيدلي على علاقة واضحة أنه فيها صداقة مع رئيس نادي النصر مسلي المعمر أو معرفة أو كذا، تكلمنا أنه تعاون مع اتحاد سعودي لكرة القدم مقدم في النظام الأساسي الآن، وذكرت معلومة أنا قلت ما عندي هذا، لا جابها أحمد العجلان الآن من هذا، أن الرجل في وقت لما كان مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين أن صالح العبيدلي جاء وكان بينهم تعاون هو ورابطة دوري المحترفين في ذيك الأيام. هذا الأمر يثبت بما لا يدع مجال الشك إن فيه علاقة، إن فيه تضارب مصالح هنا، يثبت بما لا يدع مجال الشك. إحنا ما نشكك فيهم، ولكن إحنا نبحث عن الحياد، نبحث عن إن إحنا نضمن إن القاضي اللي بيحكم في هذه القضية إنه يكون قاضي محايد، ما عنده تضارب مصالح، ما عنده علاقات تجارية، هذه علاقة تجارية يمكن يكون فيها ملايين، فلذلك يكون في علاقة عمل،
يكون في علاقة صداقة، يكون في كذا، ويكون قاضي لنفس لهذا الطرف الصديق أو صاحب علاقة معه في قضية واحدة، هذا أمر مرفوض. فإحنا نتكلم من هذا المبدأ أن ما يكون في تضارب مصالح، إحنا نضمن الحياد من القضاء اللي بيحكمون في هذه القضية. تفضل أبو سعد علشان تداخل. بالضبط أبو ثامر، وهذا هذا اللي كنت تتكلم فيه من اليوم، إنه موضوع أن الرجل كانت يعني في فترة مسليهم كان في الرابطة، كان في تعاون أو تعامل بين الأطراف، وهذا الشيء يعني ينهي الصداع هذا بشكل كامل، إنه خلاص الموضوع صار واضح، هو الرجل لابد أن يبعد لأن هنالك علاقة سابقة مباشرة ما هي غير مباشرة، تعامل بين الأطراف، ولابد من إبعاد هذا المحكم. طيب نرحب حبيبنا أبو راجح ونختم مع أبو راجح. أبو راجح حياك الله. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير جميعا، أبو سعد، أبو ثامر، الأخ العزيز متعب، الأخوة المستمعين والمستمعات في المساحة الطيبة هذه. يعني ما أدري، أنا كل مرة إحنا نشعر أنه والله فيه يكون جزء بسيط من العدالة، ما أدري إيش اللي قاعد يصير للأمانة في الرياضة السعودية. يعني هل اليوم إحنا لما نتكلم كل فترة عن تطبيق العدالة، هل هو مشكلة اليوم أنك والله يتم تطبيق لو جزء من العدالة للاتحاد أمام النصر؟ هل والله مشكلة لما يتم إعطاء نادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد في السابق من مركز التحكيم الرياضي حقهم في مباراة النصر، هل هي مشكلة أنك تعطيهم حقهم القانوني وتطبق العدالة؟ ما أدري ليش في ناس سواء كانوا مسؤولين أو رؤساء أندية أو اللي يكون أو حتى إعلاميين مستكثرين أن الاتحاد ومن حق الاتحاد وإدارة نادي الاتحاد والجمهور الاتحادي أنهم يحصلون على أبسط حقوقهم. يعني أنت لما ترجع بعد قرار مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبة عبد الرزاق حمد الله، قاعدين نشوف أشياء غريبة. والله ترى فلان الهلالي، ليش الاتحاد أو نادي الاتحاد يطلبون الفلان الهلالي وله تغريدات مشجع هلالي؟ طيب برافو، يعني اليوم بناء على كلامكم المفروض ما ناخذ أي هلالي أو نصراوي له تغريدات في موضوع الطقطقة أو زي كذا. طيب وين هذا الكلام لما كانوا مسؤولين نصراويين يديرون الاتحاد السعودي أو في الاتحاد السعودي أو في رابطة الدوري السعودي؟ ليش ما شفنا هذا الكلام؟ إيش كان يقال في ذاك الوقت؟ لا مستحيل أنك والله تحضر شخص من خارج المنظومة الرياضية، ولما تحضر شخص رياضي فهو بالطبيعي حيكون مشجع لنادي النصر، طبيعي جدا. طيب وين هذا الكلام ما يقال بعد قرار مركز التحكيم الرياضي؟ ليش هذا الكلام قيل عن الهلالي سلطان الصامل اللي اختار نادي الاتحاد محكما؟ ليش هذا الشيء اللي قاعد يصير الآن؟ ليش أنتم مستكثرين أنه والله تطبيق العدالة؟ مين يتجرأ ويطبق العدالة لصالح الاتحاد؟ هم مستكثرين هذا الشيء. وهذا أنا بالنسبة لي أكبر من موضوع المحكم صالح العبيدلي اللي برضو أشياء كثيرة موجودة الآن في هذا المحكم. كيف أصلا أنت تعرض يكون من ضمن المحكمين اللي يختارهم نادي النصر؟ كيف حد يعني عطني سبب منطقي ان هذا الرجل اذا سلطان الصامل خلاص كخ مفروض ما يصير محكم في قضية الاتحاد والنصر. طيب ممتاز، صالح العبيدلي ايش وضعه؟ علاقة شخصية مع رئيس نادي النصر؟ طيب انا بالنسبة لي ما اشكك في احد ولا راح اشكك في احد، وبالنسبة لنا كاتحاديين مشكلتنا ما هو والله فلان هلالي فلان نصراوي، مشكلتنا انت امامك لوائح وأنظمة طبقها بس. يعني شوف يعني مطالبنا سهلة، طبق العدالة. أبو ثامر تو يقول بالتوفيق للطرف اللي معاه العدالة، يعني لو ناديك النصر يا فلان ومعها العدالة فأبو ثامر قاعد يدعي لك في مساحة اتحادية، وإحنا نقول الآن بالتوفيق للطرف اللي يملك الحق، بالتوفيق له ونتمنى له تحقيق العدالة. فليش الناس هذه مستكثرة على نادي الاتحاد انه يكون معاه لما يكون معاه الحق انه يتم انصافه؟
مين انت يا فلان انت تعطي للاتحاد الحق وانت هلالي؟ طيب ما مسلي كان نصراوي وله تغريدات وتصاريح في برامج رياضية كثيرة ضد الهلال وضد الأندية كلها ومع النصر، واليوم هو كان او في الفترة السابقة كان رئيس رابطة الدوري السعودي. اي بس في ذاك الوقت كانوا ايش يقولون؟ انت كيف تحضر رئيس رابطة من خارج المنظومة الرياضية؟ يجب ان يكون له ميول، يجب، طبيعي، فطبيعي يكون نصراوي، وهذا مناكفات في الماضي لما كان اعلامي. بس لما الموضوع يصل للنصر وتحديد النادي النصر تشوف تجيه الجيوش، يعني الى درجة تكلموا عن المحكم المرجح اللي هو علاء ناجي، اللي هو لو تدخل على هذا الرجل تجد له مناصب حتى في الدولة، في الدولة يعني الدولة يعني مستعينة في هذا الرجل وفي مكتبه في أشياء أساسية كبيرة. بس يجي فلان يفتح مساحة يقول لا ترى هذا اتحادي وهذا مدري مين وهذا مدري مين. ليش هم ليش الآن كان الموضوع على سلطان الصامل وعلى ناجي؟ ليش؟ لأنه مين أنتم يا محكمين؟ مين أنتم تتجرؤون وتعطون الاتحاد حقه؟ على أي أساس؟ وأمام النصر يا أخي إحنا تحكمنا في المركز التحكيم الرياضي الموسم الماضي، ولما كان القرار واضح للاتحاد هم ما تجرؤوا. أنت اليوم تتجرأ؟ ما تجرؤوا الموسم الماضي يعطون الاتحاد حقه، عادي حتى لو مشاهم رئيس اللجنة الأولمبية بعدها عادي، ما هو مشكلة. أهم شيء ما تتجرأ، لا تملك الجرأة أنك تعطي نادي الاتحاد حق. أنا هذا الشيء اللي منرفزني موضوع العبيد اللي الآن اللي بثامر وأنت والصديق العزيز متعب تكلمتوا فيه، موضوع بالنسبة لي كارثي. الموضوع تجاري، الموضوع علاقات مع رابطة الدوري لما كان مسلي اللي هو صديقه رئيس الرابطة. طيب كيف انت هذا الطرف اليوم ترضى انه يكون موجود؟ المصيبه برضو انت كيف تعرض على الاتحاد الان قائمه محكمين كجزء كبير منهم غير سعوديين ما يطلعون على الوضع اللي قاعد يصير، والجزء الاخر محكمين لصالح النصر في قضيه سابقه ولساتها القضيه ولساتها القضيه. فايش اللي قاعد يصير؟ وانا اعتقد لما يتغير محكم الاتحاد ما ادري هل راح يتغير برضو علاء ناجي. يعني انت اليوم لما تعرض للاتحاد ثمان محكمين حيكون من ضمنهم اعتقد ممكن برضو، لان المحكمين الاثنين يتفقون على محكم مرجح، فهم غيروا سلطان الصامل علشان يغيرون علاء ناجي. يا ساتر، ما هو اليوم خلاص نروح بكره لنادي النصر ونجلس معهم خلاص المحكمين كلهم خلاص ما عندي مشكلة، المحكم الرئيس التنفيذي الغامدي ومسلي خلاص ننتهي خلاص، وإذا بيجيبون المريسل بعد يكون محكم تاسع طبقا للمادة اللي ما هي موجودة خلاص. يعني يعني اليوم احنا هنكون نادي الاتحاد حيسلم تسليم أهالي فعلا لنادي النصر، حيسلم بالكامل لنادي النصر بالقانون لا بالمزاج حيسلم الاتحاد. نغير الصامل علشان نغير على ناجي ونجيب محكم مدري مين، ولا تعرض عليهم المحكمين الثانيين، لا اعرضها فلان وفلان وفلان. ايش اللي قاعد يصير يا جماعه؟ ايش اللي قاعد يصير؟ هل الموضوع احط مقاطع الزير سالم؟ انا خلاص لما نقلبها الزير سالم. هل الموضوع صفارات انذار؟ نحطها صفارات انذار الين بكره. هل الموضوع صياح في المساحات وتجيب محامي ما تدري منين جاي اصلا ما يعني كل استشاراته عكس تماما؟ نجيب 14000 محامي ونجيب افضل منه، نجيب اللي يدرسون اللي يدرسون ولا يملك ترخيص. كيف ولا يملك ترخيص يعني ما هو ولا شهاده يعني هو المحامي الوحيد اللي سبحان الله اي شيء يقوله العكس يطبق، يعني سبحان الله. بس محامي مساحات، نجيب محامي مساحات، انا مستعد اجيب سبع محامي ومعهم شهادات معتمده. ايش اللي قاعد يصير لنادي يعني انت يا مركز التحكيم، انتم يا المسؤولين عن الرياضه في البلد، انتم قاعدين تشوفون الوضع اللي قاعد يصير ولا لا؟ هل اليوم المطلوب النادي النصر يعني لازم يكون بطل التساعيه في المكاتب؟ لازم يكون البطل الغير مهزوم في المكاتب؟ الاستثنائي في المكاتب؟ لا، هذا هي اتحادي. صارت جريمه لما يجي رئيس الاتحاد ولا يجي شخص مسؤول في الرابطة ورئيس الرابطة نصراوي يقول لك ولا يا أخي بالعكس. هذا طب أمس طالع هذا يتكلم يقول ترى على ناجي اتحادي، كأنها جريمة. طيب وخوي مسلي
صديقه. أنا ما أشكك فيه ترى إلى الآن، أنا ما أشكك في أي محكم موجود في الكرة الأرضية وفي المجرة، ما أشكك في أي أحد، ما أشكك. لكن أنت لما تجي تقول تتهم على نادي وحتغيره علشان اتحادي، وسلطان الصامل علشان تغريدات مدري في الفيسبوك، إذا هو أصلا ثبت أنه حسابه ولا والله كان يتكلم عن النصر ومن هالكلام. طيب الرجل سوى شيء خاطئ، طبق. هي المصيبة ما تكون أنك أنت هلال، المصيبة ما تكون أنك أنت هلالي ولا اتحادي ولا حتى نصراوي، المصيبة تكون لما أنت ما تطبق النظام، أو والله يكون جوالك شغال في وقت أنت تطبق النظام، وهذه المصيبة بالنسبة لي. فيا أخوان الله يرضى عليكم، إحنا كمشجعين اليوم لما يقول الإعلام الاتحادي، ما أنا ما أدري الإعلام الاتحادي أصلا موجود أو لا، وإذا هو موجود ممكن صوته ما هو مسموع، لكن في موجودين اليوم يعني وحوش في السوشيال ميديا اتحادية، وحوش وحوش. احنا الفترة الماضية جابهنا امبراطوريات، امبراطوريات الفطاير واللي ما هي فطاير، واجهناه ويعني شفنا كثير من الاتحادية. الجمهور الاتحادي البسيط اللي ممكن متابعين ما يجي 10 أشخاص، ذولي كانوا حصن حصين للنادي في فترة ماضية، غير كثير من الوحوش الاتحاديين في السوشيال ميديا اللي أنا مبسوط أنهم موجودين معي الآن كمتحدثين، وغيرهم برضو كثيرين كانوا حصن حصين للنادي. فأتمنى أن ما نصل لمرحلة أننا يعني نطالب ونقاتل لأجل تطبيق العدالة. غيرنا لا، غيرنا يقول يا أخي تصدقون نادي اتحادي الصامل هلالي، يعني أنت مين تبغى أجيب؟ تبغاني يجيب يعني المريسل، ولا تبغاني يجيب فلان، ولا تبغى مين تبغى يعني؟ والان الليست اللي موجوده قدام نادي الاتحاد برضو اليوم يعني حيسلم النادي يعني يتم اخذ النادي الاتحاد اليوم. وهذه انا رساله لاداره الاتحاد ولكل المشجعين الاتحاديين وللمتابع الرياضي، نادي الاتحاد حيتم تسليمه للكامل لطلبات نادي النصر. ايش يبغى النصر على نادي ما يبغاه؟ سام ابشر. سلطان الصامل ما يبغى، سام ابشر. نادي الاتحاد المحكمين اللي تعرضهم عليه يفضل ما يكونون سعوديين، سام ابشر. ولما تبي تعرض سعوديين نبغى الناس اللي حكموا لنا في موضوع قضيه كنو، سام ابشر. قدروا المحكمين خلاص، يعني احنا اليوم رايحين لرغبات مسلي آل معمر بنفسه. ايش تبغى يا مسلي؟ طب خلاص خلونا بكره انمار الحائلي وفهد بارباع وكعكي يدقون سلف من نادي الاتحاد يروحون لنادي النصر، نجلس معاهم وابد. جيبوا لوحة صغيرة حطوا مركز التحكيم الرياضي تحت شعار نادي النصر أو علامة نادي النصر، وندخل معاهم ويحكمون علينا هم، ونطلع خلاص اختصروا السالفة. يعني ترى ما يحتاج الفيلم الهندي ياخذ لفة 3 شهور 4 شهور، لا خلاص نسلم الوضع الآن. وهذا هو بس الفكرة اللي أنا بقولها. ولجمهور نادي الاتحاد، خلوكم زي ما كنتم حصن حصين للنادي، وبالتوفيق لنادي الاتحاد، وبالتوفيق يا مسلي ويا الاتحاد السعودي ومركز التحكيم الرياضي، بالتوفيق للنادي اللي معاه العدالة. أتمنى له التوفيق، أتمنى له التوفيق. شكرا لكم، اسمح لي بنزل كمستمع ومستمع. يعطيك العافية يا أبو راجح، وشكرا لكل الأخوان اللي معانا. اعذروني والله المساحة توقيتها يعني مختصر قدر الإمكان 45 دقيقة، فاعذرونا لأني أبو سعد قبل تختم بس 10 ثواني بس. أنا بس أبغى أقول يعني ختامية بعد الأمور هذه كلها اللي تحدثنا عنها، فيه رأي الآن في الوسط الرياضي أنهم بدأوا يشعرون أو يخشون أن القضية تكون موجهة، أن الأمور تكون موجهة. أنا في ناس كثير قريت لهم أنها تبدو الأمور موجهة، تبدو. أرجو أن يثبتوا عكس هذا النظرة، عكس هذا الكلام، إنهم يثبتون إنهم ناس يبحثون عن العدل. نتمنى ذلك، وأتمنى ما يكون كلام الناس اللي تقول إن يبدو إنها موجهة، ها، إن ما يكون كلامهم صحيح إن شاء الله. تحياتي لك أبو سعد، شاكر الجميع. الله يعطيك العافية أبو ثامر، شكرا لك، شكرا حبيبنا متعب، شكرا أبو راجح، شكرا كل أخوان المستمعين. الهاشتاج موجود عندكم فوق، أنا ما يحتاج أتكلم فيه ولا يحتاج أقول شاركوا فيه، لأن الهاشتاج من يوم ما بدأنا السبيس هو موجود عندكم فوق. جدار الاتحاد عمره ما كان جدار قصير، عمره ما كان جدار قصير، ولا عمره راح يكون في يوم من الأيام جدار قصير. ودائما الاتحادين يترفعون عن أشياء كثيرة، يترفعون عن أشياء كثيرة في أمور كثيرة.
لكن إذا كان الصياح والزعيق والبكبكة والهاشتاقات والمنشن والشيطنة تجيب نتيجة أبد، خذوا عندكم جمهور ما راح يقصر في هذا الشيء إذا كان هذا الموضوع بيجيب نتيجة يعني، لأن اللي حنا جالسين نشوفه حاليا أن كل هذه الأمور تجيب نتيجة، وإذا كان إعلام الاتحاد ما هو موجود فجمهور الاتحاد موجود، هو درع وسلاح وحصن هذا النادي أمام كل من تسول له نفسه أنه يتجاوز عليه. لا نطالب بشيء خارج يعني خارج النظام أو بعيدا عن النظام، نطالب فقط بتحقيق العدالة، تحقيق العدالة فقط. مثل ما أبعد سلطان الصامل، نعم أبعد ولم ينسحب، هو انسحب بالكلام اللي طلع لكن أبعد، مثل ما أبعد يبعد عادل أو صالح العبيدلي بنفس السبب، مثل ما صار هنا يصير هنا. صعبة معجزة ما هي معجزة، المهم اللي صار مع الصامل يصير مع العبيدلي، وكفى الله المؤمنين شر القتال. يعطيكم العافية جميعا، ختام المساحة، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيد الخلق سيدنا حبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك عفوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.